ونبقى في حجة، لكن هذه المرة في حيران، حيث أحبطت القوات الحكومية هناك عملية إرهابية لميليشيات الحوثي بطائرة مسيرة كانت تستهدف أحد الأسواق هناك. مصادر عسكرية أكدت إحباط هجوم إرهابي كانت ميليشيات الحوثي تعتزم تنفيذه في أحد الأسواق الشعبية بمديرية حيران بطائرة مفخخة مسيرة عن بعد. ورصدت القوات الحكومية طائرة مسيرة إيرانية الصنع وتمكنت من تفجيرها على بعد كيلومتر من أحد الأسواق الشعبية في مديرية حيران. تم اسقاط طائرة مسيرة كانت تستهدف القرى والسوق في مديرية حيران، ونناشد المنظمات الدولية والحقوقية بالنظر في هؤلاء الميليشيات الذين لم يتركوا المواطنين آمنين مطمئنين في بلادهم وفي قراهم العزل. الأطفال والنساء زعزعوا الأطفال والنساء من منازلهم ومن قراهم، فنرجو التعاون وضبط هذه الميليشيات.